هذا السفر النفيس الذي يعالج علما جليل القدر عظيم الشرف، علم مصطلح الحديث تحت عنوان التبصرة والتذكرة للإمام الحافظ العراقي. ذيون كتاب إسعان زل ذم قران أخطر إفكار ثمو السني ذي ثالة ثي السناث ذي الشرعيف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيد المجلس وستمانيا من مجالس شرح كتاب التبصرة والتذكرة، هذا المتن المهم التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي المتوفى سنة 806 للهجرة. قبل أن نكمل نبدو رقم الحديث اللي هو رقم البيت، نبضد الرقم 62 ثلاث مراجعة خفيفة عندها صلة بالموضوع، ونزيد أيضا نتحدث شوي عن الحديث المرسل اللي وصلنا له في لقائنا السابق، خطر السيقان نهضر في الحديث الحسن. الحديث الحسن أو كنت سميت غيث مثلا باللي الحديث الصحيح يعمل به، الحديث الصحيح ساخم شرطين: الاتصال الشرط الأول، العدالة الشرط الثاني، الضبط الشرط الثالث، عدم الشذوذ الشرط الرابع، عدم الإعلال الشرط الخامس. خمسة من الشروط إقلا قذيلت ذي الحديث باش أدنيني الحديث قي صح، حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نمس فهم. طيب أم بعد ونشد يقوفلند الحديث الضعيف، أدنى عيوذنا بالحديث إزماذي الحديث ضعيف. وقد بينا متى يحكم بالضعف على حديث ما، ولكن السؤال المطروح: الحديث الضعيف هل يعمل به؟ الحديث العمل بالحديث الصحيح باين نعمل به، أديني هذا الحديث ورد أخرجه الإمام البخاري نغ الإمام مالك في موطئه نغ الإمام مسلم في صحيحه نغ الإمام الحاكم في مسنده الإمام الحاكم في مستدركه نغ الإمام أحمد في مسنده إلى آخره نغ الترمذي في سننه، الحديث صحيح. والحديث ضعيف عشان يقول هذا الحديث الضعيف لن ذيك ثلاثة الريوية ثلاث مذاهب. الرأي الأول يقول نعمل بالحديث الضعيف مطلقا، أي في الأحكام في الحلال والحرام وفي فضائل الأعمال، بشرط عدم وجود حديث صحيح في الباب. ميل حديث صحيح ذي نقطاني إن فغان نهضر في اللاس نغنس ندي في الحكم يسدينا خاطئ أنروح الأحاديث الصحيحة، ما يلولاش أن تفذقنا ذي الحديث الني خطر يزمر أذي لي أنه حديث صحيح يمكن يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، قد يرتقي إلى درجة الحسن لذاته، قد يرتقي وقد يرتقي لا ندري على حسب الظروف كما سيأتي البيان. لذلك الإمام أحمد ممن قال بهذا الكلام، قال لأنه يحتمل الإصابة،
حتى يقول هو الحديث الضعيف أقوى من رأي الرجال. ولا أنا واحد نطف رأي نتاعو كاش واحد لا نخدمه بهذا اللي لم نجد. معاذ بن جبل أسمي سيني النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد فإن لم تجد، طبعا يسأحكم أقضي بما في كتاب الله، قال فإن لم تجد نصف بسنة يا رسول الله، فإن لم تجد ذنا أجتهد، قال أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أدخل جهنا. الرأي والسن المذهب الثاني إنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام دون الأحكام، يعني نعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق ولكن لا نعمل به في الحلال والحرام في المجال التشريع، خاطئ. وممن قال بهذا الرأي الإمام النووي، الإمام ابن حجر العسقلاني، وحتى أن الإمام ابن حجر ذكر ثلاث شروط للعمل بحديث الضعيف. الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، يعني أن لا يكون الضعف شديدا. الشرط الثاني يقول أن يكون مندرجا تحت أصل عام، يسعى نظار مثل الحديث الذي خرجه ابن ماجة في سننه رقم الحديث 1782 1782. أشدنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلتي العيدين، وين يخذ من قيام الليل ليلة العيد مش طوحنا العيد القرآن، يحتسب لله يعني يوذ من ربي لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هو حديث ضعيف ولكن فشي هالدار في القيام الليل في ظليث وقيام الليل ذيني كلها، هذا هو الأصل اللي اخترني عدن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنك ذي شوثنت ظلة إكسع القيمة ثم قرانت بعد المكتوبات، يعني بعد 5 صلوات ذي شوثنت تساقي قيام الليل إلها قيام الليل. لذلك بعد أيام إن شاء الله أدي يدير زفلنا هو قر رمضان شهر رمضان تنشط الهمم في القيام تراويح في رمضان، نشاط في رمضان متميز على سائر الشهور. كين الناس اللي يقوم الليل طول العام طول العام يقوم الليل، الله رجال ونساء الله يبارك، قليل بس ما يصليش قيام الليل كين، ولكن كين اللي ما يصليش تراويح غير في رمضان من رمضان لرمضان، الله يبارك سيدي. هذه مستويات كل واحد والقدرة نتاعو، كل واحد والاجتهاد نتاعو. إذن القيام قيام الليل هذا أصل في الدين، أمر مستحب، حديث في السنة القولية في السنة العملية في السنة التقريرية، فين يعني القيمة يسوى قيام الليل. مرد يس الحديث مجي من قام ليلتي العيدين، يعني لفين العيد ما ثوفا ميوني الزل تراويح دقيق يا أخي، وكل ما نصلي وش تراويح لفين تاع العيد يكونوا كملنا ليلة العيد نصلي والعشاء شفعوا الوتر روحوا باش غدوا من ذاك الموضوع بكري نروح نصلي الفجر ونصلي وصلاة العيد، ما نروحوش نصلي قيام الليل. الله يبارك قمنا الليل شهر ونزيدو نتعبر واحنا نحتاج القوة غدوة من ذاك، نحوج منا نحوج الجد. ولكن كان كاش واحد منكم يصلي يدير قيام الليل هذا حديث ضعيف، ايه ضعيف ولكن ينفع ولا يضر، عنده يضر يرنا يسعى نظار القيام الليل. هذا هو اللي ذكروه العلماء، يقول لك أن يكون مندرجا تحت أصل عام، هذا كلام ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام. جمع فيه أكثر من 1350 حديثا من أحاديث الأحكام وردت في هذا الكتاب القيم اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. طيب هناك رأي آخر أشدينا إن يك العمل بالحديث الضعيف لا نعمل به مطلقا لا في فضاء الأعمال ولا في الأحكام. إذن اختلاف رحمة لا يضر. ما في وضع المسألة اجتهادية ما كانش فيه ضرر. الحديث المرسل أشرنا إليه في لقائنا السابق. الحديث المرسل ما هو الحديث المرسل؟ هو ما رفعه التابعي النبي عليه الصلاة والسلام من التابعي مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نجد مثل هذه الأحاديث المرسلة في عديد كتب السنة النف الأحاديث المرسلة. سقط من إسناده إما راوين يون فأكثر يون أكثر وقد يعدد بغرفان رقاق مثلا. يعني هذا لما نشرحه في لقائنا السابق حديث مطل الغني ظلم. أول حاجة ماذا فهمت من هذا الحديث؟ مطل الغني ظلم. معليش تجي السؤال للإخوة الحاضرين، ماذا استوعبتم من هذا الحديث؟ ذا شو كنت يوظم؟ ذا شو ذا المعنى؟ إثفاهم مسي الحديثي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. ما السر ضيون؟ قبل الشرح اسمع ليش هذا وقبل شو ذا العلماء بعد دورة الشرح يمس. هذا الحديث حديث مرسل والإرسال فيه كما قال العلماء إرسال خفي. رواه الإمام الترمذي عن ابن عمر، ولكن الذي السند ينس يعني غتورى السند المضمون لها المتن معقول صحيح، ولكن قد يكون الإرسال وين في السند ينس عن يونس وقيل يونس بن عبيد يونس بن عبيد عن نافع ركزوا مليح عن ابن عمر ابن عمر ده صحبي ذمي اسمه عمر الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم كي تشوف ابن عمر كما قلوا ريانا دير يعني بسم الله ما شاء الله ابن عمر بن عمر الخطاب وهو من المكثرين للرواية في رواية الحديث أن روح نافع كيف كيف، ولكن لا ينقرس يونس بن عبيد إلى الديكالاج يرس وقس عدنت ذو غرفال رقاق. لو كان سمحي إذا نتفق شي شقروا ذاقي أمشطوح أدنيني أنت مثلا دي العمريز 13 سنة شا العمري كمي الله يبارك حظم أديني أقشش اسمي كمي حمزة ردها عليه إن استطعت حمزة. لو كان أدنيني حمزة يحفظ الدوال في سيد بشير نوف الشيخ رابح معقول الشيخ رابح راه حي يرزق توزيع العمريس سيد بشير كيف كيف غص مخالف عندي العمر ميلو كان أدنيني عن حمزة عن سيدي علي موسى ها
أمي ما كاش منها، ما كاش منها، لأنه ما تلقاش به ديكالاج ولا أقلق الزاوية. سيدي علي موسى بس نتسامنا لها، نتسام ما ديروش نتسامنا لها، معنى الحديث كي لا وكغلي ندير الماس سقط خطر نتسى تيتسي ديالنا. حمزة يناد ثيذت، حمزة قال الحقيقة، ولكن مدام نناد حمزة رسيدي علي موسى دايم إذا قال نادي فهمت حمزة شو سيدي علي موسى السنظارة صحيح ولكن السنظارة الفكرة لو كان كاين رسيد بشير الشيخ رابح عادي ولاش الخوف. حمزة يسلي سيد بشير مغي سيد الشيخ رابح عادي، وكي الخبار لم ينقطع خطر تقيد السنة ماشي اللي مسلين كان نورمال. أي غير العلماء عسني ما نسن مليح سعدين ومقارن سكانير بيوبسي لراديو أي غير دي غير فالناقي باش الصفين أندا موفان ديكالاج ذي العمر بزاف. أكيني حمزة لم يسمع عن سيدي علي موسى هاي كفوا وال مرغ دينين حمزة لم يسمع ورسلان عن سيدي علي موسى لم يلتقي أملا النار ذغادي فغيون الخوف. أكيني الحديث أجي حديث مرسل، لماذا حكمنا بالإرسال؟ لوجود سبب من أسباب الإرسال، وهو بحثنا عن التاريخ لقينا حمزة شحال في عمره، شحال ديال العمر كذا وكذا، سيدي علي موسى إيه شحال هاكي جرسن صافي. حمزة لم يسمع من سيدي علي موسى الغفرة، فأصبح الحديث مرسلا، ما كانش سلسلة ذهبية عن فلان عن فلان عن فلان. ألم يوضر ألم يوضر الله سوس، هذا هو السند. هنا قال لهم عبد الله بن المبارك إن يسأل حينما قيل له يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة، فقال لهم يتعيش لها الجهابذة، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ضعيف رواه، الإسناد من الدين. لذلك يسد العلم جي علم مصطلح الحديث علوم الحديث جي أقل نقارضك سلاجدي مع مرث من خلال متن التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي. طيب الحديث قد نغثورة مطل الغني ظلم، وقي حديث رواه الإمام الترمذي أمشد يسع عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. العلماء سمي غران التاريخ وفان باللي يونس بن عبيد لم يسمع من نافع لبعد الزمن مدة طويلة، كما قلنا حمزة وسيدي علي موسى كيف إنك لم يسمع منه. مادام لم يسمع إذن نحكم على هذا الحديث بأنه حديث مرسل، هذا المسفهم. ثورة صافي خطر من أسباب الإرسال عدم اللقاء بين الراوي وبين الراوي والمروي عنه إلى آخره، وهذا أنموذج. ترى ما معنى هذا الحديث؟ هو حديث ذغيلها أخوتي، ذا شو المعنى؟ لو كان أتصرض الضيون ذيه الليل ويض يزمر ذا مركنتي يزمر أكيد يخلص ودي خلصارة وقود يخلصارة وقود يخلصارة
زوج، واحد قادر باش يسدد الدين والاخر ماهوش قادر، كيفاش تتعامل معهم انت؟ اشكون اللي تحس باللي دار الظلم، هذا ولا هذا؟ انا كظلم ولكن نساره لكن اسمح لي انت سلفت لي ما قدرش نخلص، والاخر يعني عنده ما يخلصش. وين الظلم؟ مع الفقير ولا مع الغني؟ مع الفقير، مع الغني. الفقير ونون سعارة ولا ماذا؟ ذا ماركانتي وسدك الشي منارة ما عندوش، لأن ممكن ماركانتي واش يقولوا ملتاج ومحتاج، ملتاج ومحتاج، الترضيون يسعى يطفي الحال. ربي قال في القرآن الكريم في الآية 82 من سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ميسرة هذه الآية 280 من سورة البقرة. أثر ضلغيون أشيني قبل ذيك فو شعبان نغسم زور رمضان أك خلصة، أسم زور رمضان أك خلصة، يسد وسم زور رمضان وكي خلصة. ذا شو ذاكي إلا قاد يروح رغوري أشينو كنت صغارة ما نسيتكش، وعدتك باش اليوم أول رمضان سدد مع اليم الدين أك خلصة. أزمير غالا سوسعي كي يقول لك وسع توسع ما تقول ما توسعش، توسع ربي راه يقول لك وسع عليه، أعطيله الأجل لأنه في حالة إعسار. ورزميرا لا ربي ندوى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة نغميسورة. عندك أجر سيد الأجر سوسع في اللاس منيك زيد لي شهر يناس نزيد لك شهرين، وسع ربي وسع عليك. فريناها يلا نروح الواحد عنده، ولكن هكذا يتهاون ما يخلصكش، يتماطل تماطل تأخر قصدا وريف غارك يخلص أطحر صدك في غابريد. يلا يا اخي درك كاين اللي عنده ريكونيسونس دو ديت صح، نوتير نوتاري تقول له ها خلصني، يقول لك ما نخلصش، لازم تروحون جوستيس المحكمة هذا الإنسان ظالم ظلم. علاش واش يصرى يوليو الناس يخافوا كاع من القروض؟ فهمت المسألة كيف؟ لذلك العلماء يعتمدوا على هذا الحديث وأفتوا بجواز تقرير غرامة التأخير بيناليتي دو روتار، راكم تسمعوا بها لكن بيناليتي باش دو روتار، ولكن في المؤسسات المالية ما يميزوش بيناليتي دو روتار على تول موند. الكونتور ديريكت يبدا يحسب كي الفقير كي الغني كي ولي بيناليتي يزدادوا واعرة بزاف. تقول هل يجوز او لا يجوز؟ نقول لك الأصل أنها لا تجوز، لأن القرض ما يزيدش، سلفت له 10 ملايين يرجع لك 10 ملايين ما كاش زيادة. إذا كان الاتفاق المسبق على الفائدة يعتبر الربا والربا حرام، قليله وكثيره حرام، وربي قال في سورة البقرة الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. وزيد أنه ما تظلموش، سلفت له 10 ملايين رجع لك 10 ملايين، أين استرضى ندير؟ وهذاك اللي عنده ما يخلصش، أفتى العلماء بجواز تقرير غرامة تأخير تعزيرية، تعزيرية
علاش قلت التعزير؟ خطر في العقاب في الشريعة كاين ثلاث أصناف، كاين الحدود الشرعية مثل حد السرقة، حد شرب الخمر، حد كاين ما يسمى بالقصاص، ولكم في القصاص حياتي أولي الألباب، كاين العقوبات التعزيرية الردعية. الشرع يذكر خطأ أو سلوكا مجرما شنيعا ولا يقرر له عقوبة، بل يترك أمر العقوبة إلى الحاكم أو ولي الأمر أو القاضي للنظر. مثلا الرشوة حرام ولا حلال؟ حرام. أعطيني زيغ دليل، أعطيني العقوبة، ما كانش لا في القرآن لا في السنة ولاش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، لعنة ولعنة بس قليلة. المحتكر كيف كيف الاحتكار، يجوا بعض الناس يروحوا يشريوا كاع السلعة من السوق، يشريوها يخبيوها، من بعد كي تكون نادرة في السوق يخرجوها للسوق بسعر أكبر، يتحكمون في السوق. شفنا الخلل، لذلك الاحتكار ممنوع، ولكن ليس هناك عقوبة مقررة لا في القرآن ولا في السنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. نقطة. إذن الحاكم القاضي أنتما شوفوا العقوبة المناسبة. واش من العقوبة لنا هذا مكان حلاه لردع هؤلاء؟ عقوبة تعزيرية، وتختلف من إلى، من شخص إلى شخص، من شخص إلى شخص. نمسفها نمسفها هذا فضيون، ذا خدم ذا عساس، يونس ديريكتور، ديريكتور يطفر رشوة، عساس يطفر رشوة، عساس يطف 200,000 رشوة، ديريكتور يطف 200,000,000 رشوة. تقولي عقوبة كيف كيف؟ سي با بوسيبل، ماهوش معقول. جريمة هي هي، رشوة رشوة، حرام حرام، مي لي سيركونستونس، نشوفوا الظروف. لازم تكون على ديريكتور أشد، خطر أول هو ديريكتور المفروض هو اللي يكون حارس للقانون، ما يمنعش، لازم يمنع السلوكيات اللي ماشي مليح. وزائد أنه 200,000,000 هذاك الخدام لابين تاعو ضعيفة وكذا، واخذ غير 200,000، إيه هي رشوة حرام. يتعاقب ويتعاقب، العقوبة تختلف. هل اللي يقول لك في العقوبة التعزيرية يختلف الحكم حسب طبيعة الجريمة وظروف مرتكبها؟ نرجع لهذا المطل الغني، هذا الغني اللي ما حبش يخلص لازم له عقوبة تعزيرية، خذوها العلماء من هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، وهو حديث مرسل ولكن بنوا عليه أحكام. بعد الاجتهاد زاد طلع قال لك نحكم عليه، نسميه التعويض لجبر الضرر. ونتكلموا على الجزائر في القوانين الجديدة نتاعنا اللي ماشية في إطار الصرافة الإسلامية، في إطار 2002، يعني في إطار نظام 20/02 الصادر عن البنك الجزائري بتاريخ 20 رجب 1441 الموافق 15 مارس 2020، اللي مشاو كاع في إطار هذا النظام. جات قوانين وجات مراسيم وكذا، وين قوانين تقول لك لا غرامة التأخير لي بيناليتي دو روتار تكون، ولكن لا يستفيد منها البنك أو المؤسسة المالية، تروح
إلى الأعمال الخيرية. طب هنا ممتاز، تغرم ولكن الغرامة تروح إلى الأعمال الخيرية. هذا موجود في الجزائر، يعني نتكلم على الجزائر، وكاين دول أيضا اللي عندها نفس الشيء، كاين قوانين أخرى خارج الجزائر. إذن هاو مشينا، هاو كل هذا مبني على هذا الحديث، مطل الغني ظلم، كأن الحديث يقول أيها الغني يلي عنده يسدد سدد، أو نزب الذي خلص طلافة آتي خلص. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يناد نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، هي الطلافة يا يعني. لذلك مغارن النغ الشيخ النغ من طنيون أدنطقن أو نسيت سلسنا قلغذا يخذ سلمة ولك نذيث مقبر أدخذ من الكوراج يوجد سيت سلسن وقد يصير ظلن يغفل لسن السلعة وتخلصارة كشت سحظة انتقضى سيادة الكوراج وسيادة الكوراج مما انتقدم ميس نغيك ما ساكيني أو نسيت سلسني بذا أقلي ذا أقلغ ذا. بعد الجنازة أتروح ذر غراس أكي بارك ربي أكي حرز ربي أسني بابك أكي رحمة ربي ذيث مقضارث ثنيض كذا وكذا إنكيني زنزغاس إيفافك طوموبيل سميتين مليون يفكيد كان 150 مليون، ما زال 50 مليون، أكي دير 50 مليون والحمد لله والدعوة الخير والثفرة فورضا بك. إذن هذا الحديث ثورا نروح الحديث الحسن. ليش الحديث الحسن؟ بدنا نضرب الحديث الصحيح. قلنا الحديث الصحيح ساق 5 شروط. الشرط الأول الاتصال، اتصال السند. الشرط الثاني العدالة، عدالة الراوي. الشرط الثالث الضبط، ضبط الراوي. الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشرط الخامس عدم الإعلال. في هذه 5 شروط للحديث الصحيح وقد شرحناها سابقا. الحديث الحسن هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل، صافي لا شرط الأول شرط الثاني، وخف ضبطه. دقيت روح، يعني الراوي في الحديث الصحيح يكون تام الضبط، أما في الحديث الحسن خفيف الضبط. أما بعد غير شاذ ولا معلل، يسع كل الشروط ما عدا شرط واحد اللي هو خفة الضبط، لذلك حكم عليه بالحسن أو بالحسن فهو حديث حسن. إذن نظرت إلى الحديث الحسن، هو الحديث الذي اتصل سنده يشبه في هذا الحديث الصحيح بنقل عدل، يعني الناقل الراوي معروف بعدالته، تمام. خف ضبطه، خف ضبطه ذقي ذوقي سيروح ويقنقص ديكس غير الشاذ ولا معلل. حديث صحيح يسع 5 شروط، الحديث الحسن يسع 4 يروح السيوان. سمحتي نكويث كور ذي الدوني ثنا ذي كل شيء، ما ذي التجارة ذي الفني ذي السلعة ذي كل شيء. أي وقت قرص البرمي شوا وقت دوزيام شوا سي نورمال. ذي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خدام السنة ربي يجازيهم خير، تفني غير ذلك باش تنادي فتشغل بعض الأدلة. مثلا قبل تفتشغل الدليل تفتشغل سؤال، ما نظم رمضان يخي قبل تظلي العيد السفر الفضرة كيس نقار الفضرة زكاة الفطر نخرجوها قبل صلاة العيد، صلاة عيد الفطر أو بيوم أو يومين قبل العيد، أكا من غالب قوت أهل البلد، يعني وقادي تسن الروز دروز نكون إذا دير ذنا ثمزين قادي جوزند الزفيف الصمار
صاعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من تمر او من يعني او من شعير، نمس فهم. وفكرة انه هل يجوز تصفغ نقدا، ناقشناها فيما سبق، تجوز. وانت السفغا عينا الفضره تجوز، وانت السفغا نقدا تجوز. والسلام لوكاشينير. الحديث الذي ورد في هذا حديث ضعيف، صبرت كان على ادنى نظر في السنه، حديث اخرجه الامام الترمذي، اخرجه الامام الترمذي. الى الحديث الضعيف لو كي ادير اختيار الحديث الحسن، مادام نظر في الحسن والوقت في الحشويه أضرح دوي الرواية الحسنة، الرواية الحسنة داشوز. خرج هذا الحديث الإمام الترمذي: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، إلى نهاية الحديث. أكيد بدأ. ألا إن صدقة الفطر واجبة، صافي الصدقة يقصد الزكاة، خطت تطلق كلمة الصدقة على الزكاة بدليل الآية رقم 60 من سورة التوبة. واش قال ربي؟ إنما الصدقات هي الزكوات. الإمام الماوردي صاحب الأحكام السلطانية إنه اختلف الاسم واتفق المسمى، اسمون مخلفين المعنى فيهم. إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين العاملين عليها، ثمانية الأصناف في قلان ذي الآية 60 من سورة التوبة. ذاك الحديث شدينا: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم. هذا الحديث حكم عليه بالحسن، حديث حسن، هذه هي الدرجة نتاعو، ماشي حديث صحيح. لماذا؟ صف الدينين كنا نخدم نسفغ الفضراء أس الحديث الصحيح، أس الحديث الحسن. أخينير نشوي اللان إلا يون اسمي سالم بن نوح بارميو قادر دي السند. ويضاكم ما شاء الله العلماء نظروا للرادارة، نظروا في السند فوجدوا سالما، هذا سالم بن نوح ناك هو إنسان معروف بالصدق ولكن ضعيف في الضبط، ضعيف في الضبط. تيكوال يشفو يالا يخدو الغلمة غورنا نكوني نكوني جارنا أتصفضي ونينك دوال دوال واضح دينا ولا شنو نضرجو؟ أضرجو وياض دينين. شنو الصراجو؟ دينا الصراجو وياض الفورتيفيين الخباركي. قالوا كاد يسمون كيني ولي. يوثو ذفل ذي السوق الاثنين 70 سنتيم. مخلوقة قلت له ما تزرد إنسان مضبوط. أهضر فلس وتساقوا ذرا. إناس أذفل ذي سيدي علي موسى غادي ذي السوق الاثنين 70 سنتيم. إما إلا ثوى عذر قزاقية بيبري يوسد الهواء يحس بذا ذفل. السيد أخوي يعطيك الصحة بارك الله فيك ديفك ربي الخيريس. هذا مكان أرجو إما ولو سندوياض إيه ديني 70 سنتيم. أين سيه ملاه الناس فشيني سلكض ورفني غير فلاك اسمي دو سنوياض فكان دفوذ الخضار يدبيض غداين اثن يتوجفر اكي سقرن ينجابيرو اكي قرن علماء الحديث يتوجفر يتوجفر سكوياض نمس فهم يلا يمغرني فطوني الغاشي زيك شفوني في الليسا اكيني اثوزرو ذا أزرق يوثر الزمور فيهين إيش فعل جي بي اس الله يبارك.
الزريعة نتورا الجيلاج نتورا يا حسرة يا حسرة أبي بري أبي بري إيش فان جراجن يعني يعرف جراجن جراجن اف تغوى اف سانك هذو يعرفوها مي أشياء الله ينوب أي غرزيش لفنون فوال صح ولم يعدد الكاداستر أذيوي المعلومة ثم ماركي أكيد الشيخ مني الحدود أصنع الحدود من حتى ليه حتى ليه لولو كذا وكذا باسم من فلان 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 زيد لو فلان أدي فهم بعد ليفري فونسي دفتر العقاري عادي لا بروسيدور تمشي دخلت هذه في هذه باش برك نفهم هذه المسألة الآن سالم بن نوح ما هوش مضبوط ماذا ما هوش مضبوط أربعة شروط لا أنت يخص كان يون شوف الدقة يخص كان يون لو كان إلا ويس خمسة يقول حديث صحيح نقص واحد يساوي حديث حسن سورة ماذا فعل علماء الحديث بحثوا أسنادين قرن استقبال ثوين وذان يفهم وفان طريق آخر يجبر هذا الحديث يجبر هذا الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض هكذا صيغة الحديث وهذا الحديث يقرأه المشايخ ما يقرأوش الحديث الأول عصوا الشيخ رابح كيفاش يقرأ يقرأ الحديث الثاني يقول لكم عن ابن عمر عنك فرض النبي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل على الناس من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير هذا هو الحديث وهو حديث صحيح خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وخلاص إن جبر الحديث الأول ذاين يتوجبر يغلو لذن سيصحى إلا حديث نظن لا صلاة لمن لا وضوء له المعنى صحيح كش واحد يصلي بلا الوضوء المعنى صحيح ولكن هو حديث ضعيف حكموا بضعفه استخدمني غربالا لوجود يولي اسم السلام الليثي سلام الليثي يجي لاندكس يخص الضبط يخص التصيق خص يرواثيت يرواثيت ننسوق حديث ضعيف رغم أن المتن صحيح أم بعد من ذن العلماء وفان شحال الصحابة ديروان وفان تغذي بأسانيد صحيحة إلا علي بن أبي طالب لا عائشة رضي الله عنها إلا أبي سعيد الخدري إلا أتصن صحابة إثي ديروان أم بعد إن جبر هذا الحديث وارتقى فقط إلى درجة الحسن أي غار لأنه حتى رواية النظام إلا ذكسن أناس ضعاف في الضبط وقادي ديروان يعني تابعين روان في الصحابة سي تابعي التابعين لأنه قادي ديروان الحديث هاكي ولكن خص بالضبط مادام خص بالضبط ينقص الشرط نيوس أربعة ويس خمسة يغال حديث حسن ثورة ما نغال غال الأبيات ثورة ميدن سفهم كل موراقي أد نغال الأبيات 62 دساون والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى لها طرق أخرى هاي طرق أخرى يعني لقد سن سجوذ مون وياض طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق ما شو يقصد أجيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يعني في كل صلاة لولا أن أشق يود الحديث أجيه وهذا الحديث
إذ بعد دغرا شو دينا ابن صلاح إذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري. هذاك الحديث الحسن قد يرتقي إلى درجة الصحيح. إنه فارتقى الصحيح يجري يعني يتزال الدرجة عليين اللي هي الصحيح. يمدنا المشهور بالعدالة. المشهور صفة للحسن الذي راويه مشهور بالصدق والعدالة. والعدالة إذا أتت له طرق أخرى حكمت بصحته كحديث محمد بن عمرو المشار إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه الإمام أحمد والإمام البيهقي والإمام الترمذي. قال ابن الصلاح في مقدمته وقد أشرنا إلى ذكرنا القيمة الدور ابن الصلاح والكتاب ينس اللي الحافظ العراقي لعلاقة جرسن يخي نسفاميثيد. محمد بن عمر من المشهورين بالصدق والأمانة والصيانة أكيدين، لكنه هذا لم يكن من أهل الإتقان لسوء حفظه. وشفوا يا رب. ووثقه العلماء لماذا وثقوه بطرق أخرى؟ إذن فهو حديث حسن، حديث حسن. فلما انضمت إليه طرق أخرى بسد وياض إذن كان إنايان وياض شهد وياض. فلما انضم إليه آخرون يعني انضمت إليه طرق أخرى إن جبر يتوجبر فصح هذا الإسناد. أسيني ولكني ونشفو يا راه سعيد زهر ثلاث يروق هذه شفون ثلاثة قلنا لا سعيد زهر ثلاث يروق هذه شفون إن جبر فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. قال الترمذي، والترمذي معروف بدقته وضبطه. قال الترمذي حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح. ويقول العلماء الترمذي مين دوال ذي السكانرنيا مقران سيبون. أم بعد قيله لماذا إنس لأنه روي من غير وجه يزرع إسلامنا ينوي إنوذا يوفى. أم بعد قال ومن مظنة للحسن جمع أبي داود أي في السنن مظنة للحسن جمع أبي داود أعيد قال ومن مظنة للحسن جمع أبي داود أي في السنن لشو تجمع أبو داود من الأحاديث الحسنة في سننه. فإنه قال ذكرت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه وما به وهن شديد قلته وحيث لا فصالح خرجته. قال أبو داود ذكرت فيه أي في كتابه السنن الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. ألقاكم في فرصة أخرى إن شاء الله. أرثم لليث رمضان كريم مذيق الله ربي فلون فلنا إن شاء الله وكن أحفظ ربي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.